ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معانا قناة شارع من حارات. قبل ما نبدأ بنقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. الأسعار الياباني الجديدة إن شاء الله والمصاصات من شارع بين حارات من عند أستاذ محمد وأستاذ أحمد المنياوي إن شاء الله، محمد المنياوي وأستاذ أحمد عباس إن شاء الله. هنقول لكم على الأسعار الجديدة بتاعة اللبان بإذن الله. كان محمد المصاصة دي بتعد 250 ب 50 جنيه، بتعد 250 ب 50 جنيه، 50 جنيه الكيلو، بتعد 250 جنيه قطعة. 250 ده طبعا لها شغل كتير قوي للمصاصه والعروسه، ممكن تشغلها في البخت وممكن تشغلها في المصاصه وممكن تشغلها، تشتغل في حاجات كتير يعني. المصر بتاعها ده والمصاصه دي، المصاصه دي ب 110 ب 40 جنيه، ب 40 جنيه تعمل 110 عدد 35 عندك شغل 110 ب 40 جنيه، ب 40 جنيه ده بتعد 110 صح يا محمد؟ دي ب 40 جنيه. اللبان ب 40 جنيه بيعد حوالي 700 لبانة، 750 ب 40 جنيه بيعد 700 لبانة، 700 لبانة يعني الكيلو بيعد 700 لبانة. طبعا ليه شغل كتير طبعا في البخت والحاجات دي كلها ليها ما شاء الله يعني. من يوم معانا هو ما شاء الله يعني ده ب 40 صح؟ ب 40 جنيه